جملة المواقف والتطورات الميدانية وأيضا السياسية للأزمة اليمنية نناقشها في ملف الأول للمسائية. وينضم إلينا لهذه الغاية الباحث في شؤون في الشأن اليمني والخليج ضيفنا هنا في الاستوديو السيد طارق إبراهيم. كذلك ينضم إلينا من صنعاء القيادي في الحزب الاشتراكي السيد عبد الجبار الحاج. وكذلك ينضم إلينا من صنعاء عبر الهاتف عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله السيد عبد الملك العجري. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد العجري، إذا أردنا أن نقف على ما يمكن أن نرصده بالمشهد اليوم اليمني من خلال ما لديكم من معطيات، في أي مرحلة نحن اليوم؟ لا زال حتى الآن العدوان السعودي مستمرا في عدوانه الممنهج بتدمير البنية التحتية للشعب اليمني واستهداف يعني وسقوط الضحايا لا زال مستمرا، والحصار كذلك البحري، فرض حصار بحري لمعاقبة الشعب اليمني. هذا هو يعني تقريبا الوضع الإنساني هو يكاد يكون العنوان الأبرز نظرا للحصار الذي تحاول أن يفرضه العدوان على اليمن لمعاقبة الشعب اليمني. ربما يفكر أن هذا سيدفع المواطنين مثلا للخروج ولا مظاهرات ضد أنصار الله، أو قد يدفعهم لمثل هذه الحسابات، وهو بالضبط ما كانت تفكر فيه إسرائيل، أن ضربها لغزة سيجعل الغزيين يتخلون عن حماس، أو ربما هذا تفكيرهم. لكن كما هي بقية حساباتهم هي حسابات خاطئة. الشعب اليمني يوما بعد آخر يتوحد ضد هذا العدوان. طيب سيد العجري لو سمحت لي بالتزامن مع تكرار لربما لنموذج ومواقع الغارات للتحالف السعودي، هناك أيضا اليوم نوع من التحرك على الحدود بين اليمن والسعودية تحديدا في الحجة. هل ترصدون من خلال متابعتكم لهذه التحركات بأنها توحي بأن عملا بريا يتم التحضير له من قبلنا أم من قبل العدوان؟ أنا أقصد باتجاه الحدود من جانب المملكة العربية السعودية. هل هناك أي مؤشر تلمسونه أن يفضي إلى أن الخطوة المقبلة ستكون تحركا بريا من المملكة؟ يعني التحركات التي تحاول أن تقوم بها العربية السعودية لإقناع بعض الدول معها بالمشاركة في عدوانها البري ربما هو الذي يؤخر مثل هذا التفكير، لأنه لو تلاحظي هذا يعني الضربة أو الغارات الجوية التي ينفذها طيران العدوان هي لا تؤثر على الأرض شيئا، بل فالتقدم مستمر على مستوى الجنوب للجيش واللجان الشعبية، والعالم يكاد يكون مقتنعا، يعني أصبحت قناعته أن هذه الضربات لا تحقق شيئا غير أنها تدمر البنية التحتية ومزيد من تساقط المدنيين. بحسب الناطق الرسمي للجيش اليمني عدد الشهداء فاق 2000 شهيد، فيهم ما يقارب 400 طفل من هؤلاء الشهداء. التحركات البرية حصلت قبل في اليومين الماضيين، يعني بعض القبائل في الحدود الجنوبية في صعدة في منطقة حمدان بن زيد تعرض بعض أبنائهم أو سقط بعض أبنائهم ضحايا لطيران العدوان، فقاموا بالانتقام بمحاولة الانتقام لأنفسهم، وهذا كان تحرك عفوي وغير مرتب له، واحتلوا بعض المواقع التابعة لحرس الحدود السعودي. طيب سيد العجري يتمركزون فيها. أطلب منك أن تبقى معنا رجاء فقط لنقف عند في المعايير أو المؤشرات التي يمكن أن نأخذها من خلال تكرار استهداف بعض المواقع أو ما يمكن أن نسميه بنكا للأهداف لهذه الغارات للتحالف السعودي. بالانتقال إليك سيد طارق إبراهيم، في هذه الغارات وهذه الحرب التي يشنها هذا التحالف بزعامة المملكة العربية السعودية على اليمن، من خلال ما نرصد من بداية هذه الغارات إلى اليوم، هناك نوع من تكرار أو استنفاد لبنك الأهداف الذي يتم تحديده يوميا. هل يمكن البناء على ذلك بأنه يتم استنفاد هذه المواقع، وبالتالي يمكن أن نؤسس إما لخيارين، إما الحل السياسي أو تعويم الحل السياسي، أو أن نشهد حربا برية؟
في الواقع نحن أمام قيادة سياسية وعسكرية لإدارة عاصفة الحزم غير معروفة، بمعنى لا يمكن أن تقدر ماذا ستقدم عليها هذه القيادة لسببين: نقصان في التجربة لهذه القيادة، وعدم معرفة الآخرين بطبيعة تفكير هذه القيادة. يعني مثلا عندما كان الإسرائيليون يهددون كنا دائما نرصد من يهدد، نعرف إن كان هذا التهديد هو تهديد فعلي أم تهديد بروباغاندا. كذلك الأمريكيون، كذلك أي جيش في العالم لديه خبرة يستطيع الخبراء والمتابعون أن يقدروا بناء على هذا التهديد وهذا التحليل ما هي الخطوة الثانية. نحن اليوم أمام يعني شيء غريب، وزير دفاع مختلف عليه إن كان عمره 27 عاما أو 34 عاما، وزير دفاع، وزير دفاع شاب سعودي لديه الطموح ولديه رؤية السلطة كيف سيحكم، لكن لا أحد يعرف أن لهذا وزير الدفاع يعني تاريخ استراتيجي يستطيع أن يقود معارك استراتيجية. يعني لو دققنا أكثر، لكنها من المعارك الاستراتيجية أو تعتبر معركة استراتيجية الوحيدة أو على هذا المستوى التي تقودها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية تقود هكذا حربا ذات طابع استراتيجي. ليه؟ ثم نرى أن هناك لو دققنا أكثر بالمستشارين لوجدنا أن المستشارين غالبيتهم حاليا من قيادات من أسلحة الجو، وتحديدا مستشارين أساسيين: مساعد وزير الدفاع محمد العايش وهو أهم شخصية عسكرية حاليا في رأس الهرم، ولكنه مستشار متقاعد وقائد سابق لقوات سلاح الجو. نائب رئيس الأركان فياض الرويلي وهو قائد سابق لقوات الجو، وبالتالي لا يجب أن نستغرب أبداً كيف أن الاستراتيجية الحالية قائمة على الغارات الجوية. وهذا له علاقة بمفهوم من يقود الحرب. يعني عندما تذكر عام 2006 في العدوان الإسرائيلي على لبنان كان من يقود الحرب قيادات سلاح الجو، وغلبوا القصف الجوي التدميري على العمليات البرية. اليوم ومع ذلك كنا نعرف أن ما هي الخطة الإسرائيلية القادمة. اليوم لا نستطيع أن نقدم. أنت تتحدث عن عقلية إدارة هذه المعركة بأنها ستتركز على استمرار في استخدام أسلوب أو تكتيك الغارات، لكن في أدبيات العمل العسكري لم تحسم عادة يعني الغارات من هنا معركة بهذا الشكل. أكمل لأقول لأننا لا نعرف بماذا تفكر هذه القيادة، وليس لديها تجربة عسكرية وتجربة في إدارة المعارك الاستراتيجية، قد تقدم على مغامرات عسكرية ميدانية إمعانا في مواقفها السياسية والعسكرية، ليس فقط لإعادة الشرعية اليمن كما يزعمون بل لتدمير اليمن. وهنا المخاطر. يعني أنت ترصدها في مؤشرات مهمة سنعود إليها، لكن أيضا هناك مؤشرات يتم تلمسها بالانتقال إليك سيد عبد الجبار الحاج، بأنه الأفق المسدود في إطار الغارات التي تشن وهي تدخل الأسبوع الثالث، يمكن أن نصد مؤشرات أخرى باتجاه الحل أو تعويم الحل السياسي. تلمستم في الحزب الاشتراكي انتخاب أو تعيين نائب الرئيس خالد البحاح نائب لي عبد ربه من هذه بإشارة لأنه خطوة باتجاه العمل السياسي، لماذا ترونه بهذا الشكل؟ هو أولا فيما يتعلق بموقف الحزب الاشتراكي اليمني، من هناك موقف رسمي وهناك من هو مفوض أو مخول بالتصريح باسم الحزب الاشتراكي اليمني. عموما الحزب الاشتراكي اليمني تبنى موقف وقدم رؤية سياسية لمعالجة مجمل القضايا، وضمنها أيضا كان رافض للحرب، رافض للعدوان ورافض للحرب الداخلية وبالذات في الجنوب وفي تعز. وهذه الورقة والرؤية السياسية مطروحة أيضا للنقاش والتطوير، يعني وربما استمرار العدوان ربما يغير من رؤية الحزب الاشتراكي، كما هناك من هذه الأصوات التي ربما يرتفع إلى المستوى الإرث التاريخي لموقف الحزب الاشتراكي فيما يتعلق بالذهاب إلى موقف لصد هذا العدوان. وخاصة إذا ما قرأنا أن بنك الأهداف السياسية للأمريكان في المنطقة واليمن جزء من المنطقة، ربما يتوافق هذا مع المغامرة العسكرية وبنك الأهداف العسكرية
في المغامرة التي تقودها أو واجهتها السعودية، وبالذات اليوم ما يجري من تحضير لخوض معركة برية ربما أنا أقرأها، لا أستطيع أن أقرأ موعدها لكن أستطيع أن أقرأ بأنه هناك محاولة لخوض المعركة البرية من مأرب، من جهة مأرب يعني المناطق الصحراوية، ومن جهة حقة على الساحل. وبالتالي ما لم يحدث أيضا هناك موقف استراتيجي على الأرض اليمنية في مواجهة هذا العدوان يجعل السعودية ومن وراءها يضعون ألف حساب لمغامراتهم. هم سيستمرون ما لم تكون هناك استراتيجية مواجهة عسكرية يمنية من خلال جبهة وطنية يشارك فيها كل اليمنيين، ويتم فيها سحب كل الأسباب والذرائع للفتنة في الجنوب أو في الشمال. لكنكم أيضا لو سمحت لي سيد الجبار الحاج أيضا طرحتم مبادرة في إطار دفع باتجاه الحل السياسي والجلوس على طاولة الحوار، وكأنك الآن تحدثنا بأنه هذا الأفق يضيق أو الفسحة التي يمكن أن تكون للحل السياسي على حساب الخيار العسكري تضيق. خيارات الوجهة السياسية لقيادة الحزب الاشتراكي اليمني متروكة للهيئات التي تقرر هذا الأمر، لكن أنا أقرأ المسألة من زاوية الصراع، من زاوية ما ينبغي علينا كيمنيين جميعا، وأنا أطرح رأيي أطرحه للاشتراكي وأطرحه للقوى الثورية كلها، بأن المسألة الاستراتيجية العسكرية اليوم سوف تتمادى في مغامراتها، وليس بعيدا محاولة الوصول إلى صنعاء من خلال جبهتي مأرب وحقة والشريط الساحلي. ولهذا قلت أنا علينا أن على القوى التي تتبنى اليوم التصدي للعدوان أن تنقل كل أسباب القوة والسلاح والمعارك إلى المنطقة الحدودية. وهناك أنقل لك هذه المعطيات أو هذه الرؤية سيد العجيري التي يطرحها سيد عبد الجبار الحاج. سيد العجيري تسمعني؟ مرحبا. سيد العجيري تسمعني؟ أسمعك. ما رأيك بما تحدث عنه سيد عبد الجبار الحاج من إمكانية أن يكون هناك فعلا دخول بري من زاوية الحجة باتجاه بعض المناطق التي أشار إليها، وضرورة الدفع باتجاه هذه المناطق في الاستعداد لمثل هكذا خطوة؟ أعتقد أن بالنسبة للحدود اليمنية في حال فكر آل سعود بعدوان بري، الحدود يعني تقريبا مؤمنة، وستكون هناك حبة شعبية غير عادية للدفاع عن الحدود اليمنية، ربما يعني خاصة في المناطق الشمالية. يعني أعتقد أو أستطيع أن أقول أن هناك جهوزية لكل هذه الاحتمالات. قد يفكرون يعني لا زال قضية التقدم البري أو محاولات الزحف البري تتوقف على مدى قبول بعض الدول التي أعلنت تأييدها للعدوان بالمشاركة في العدوان البري. طيب. وهذا ما نشاهد ونتلمس فيه بطبيعة الحال عودة لربما أو في إطار الحديث أكثر على تعويم الحل السياسي وطرح الحل السياسي مقابل أن نرى تدخلا بريا، هذا يؤسس للتقرير المقبل. أطلب من ضيوفنا أن يبقوا معنا.